Hi, and welcome back to today's episode of Learn Arabic with Transit Station, tabur by Yala Arabi. Yala Arabi is an educational project and Arabic academy started by an Arabic teacher and an Arabic student. We created an original curriculum for learning Levantine Arabic for all levels, from zero to advanced, and we also offer other dialects and fasha. So please don't hesitate to reach out to us if you're interested in taking classes. We are always welcoming new students from around the world to take classes online and in person at our locations in Beirut, Damascus, Cairo, Amman, Dubai, Berlin, and in the United States. More information about classes can be found on our website. We're not just about the textbooks, though. As part of our educational project, we are also constantly working on creating materials, such as this podcast, for learners outside the classroom each and every episode of this podcast comes with a free pdf transcript and translation these can also be found on our website yellowautovie.com so thank you for listening to this podcast it really means so much to us and encourages us to keep going so if you would like to join classes or support us through patreon you can find all of those links along with the link to the transcript of this podcast in the description This episode is about the life of Muhammad Abdul Wahab, a key figure in 20th century Arabic music. As a composer and singer, he pushed boundaries by blending traditional Arabic styles with Western influences, leaving a lasting impact on the region's musical landscape. And his work continues to influence artists across generations. Al Musikar Muhammad Wahab. ولد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ب13 اذار عام وواحد وهو من مواليد القاهره والده الشيخ محمد ابو عيسى وهو مؤذن وقارئ بمسجد سيد الشعراني بباب الشعريه التحق عبد الوهاب بكتاب المسجد بناء على رغبه والده وحفظ اجزاء من القران لأنه والده كان بده عبد الوهاب يلتحق بالأزهر الشريف ويصير قارئ ومؤذن مثله بس راح باتجاه الطرب والغناء ترك عبد الوهاب دراسته وأسرته وهرب مع فرقة السيرك وبعد التحق بنادي الموسيقى العربية اللي صار اسمه هلق معهد الموسيقى العربية وتعلم العزف على العود اشتغل مدرس أناشيد بمدرسة الخازندار وبعدة فرق موسيقية غنائية بعام 1914 بلش عبد الوهاب اللي عمل كمطرب وكان بعده صغير كتير سمعه فوزي الجزائرلي صاحب فرقة موسيقية وقرر تقديمه للجمهور رغم صغر سنه وعلق على باب المسرح اعلان بقول الطفل الاعجوبي اللي بيغني لسلام حجازي بعام 1924 اجت لمحمد عبد الوهاب فرصه عمره لما التقى بامير الشعراء احمد شوقي وكان عمره وقتها 20 سنه فتبناه فنيا واهتم باكمال تعليمه مو بس باللغه العربيه والشعر وانما بالموسيقى الغربيه والثقافه العامه. استمر شوقي برعايته وتقديمه لصفوه المجتمع من المثقفين واصحاب النفوذ. بعام 1925 التقى عبد الوهاب بسلطانه الطرب منيره المهديه وطلبت منه اكمال تلحين روايه ما كملها سيد درويش قبل وفاته. الرواية هي رواية كليوباترا وكانت هالخطوة تحول كبير بحياة عبد الوهاب المهنية استمر عبد الوهاب بتأثره بالسيد درويش وظهر هالتأثر عام 1972 لما لحن أول اسطوانة من كلمات الشيخ يونس القاضي دخل عبد الوهاب عالم السينما مع أول فيلم غنائي اسمه الوردي البيضاء وعمره 29 سنة واتبعوا بخمس أفلام تانية قام ببطولتها تمثيلا وغناء كان آخرها عام 1947 وعمره 43 سنة تميزت أغاني هالأفلام بالبساطة والحداثة لأنه أدخل إلى طابع الحياة الغربية واستخدم إيقاعات أوروبية مثل التانجو والسامبا والرومبا دخول عبد الوهاب بميدان السينما أسهم كتير بصنع مجده الفني وما زالت مقاطع غنائية من الأفلام عم تنزاع لليوم بكتير من محطات الراديو والتلفزيونات العربية استدعى الرئيس المصري أنور السادات الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلب منه تلحين النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية واعاد الرئيس نفس الطلب من محمد عبد الوهاب بعد فترة ليحط نشيد وطني جديد لمصر هالطلب المشرف غمر عبد الوهاب بالفرح وخلاه بغاية السعادة ومنحه السادات على اثره رتبة عسكرية فخيه وهي رتبه لواء حصل عبد الوهاب كمان على عده جوائز ثانيه من الميداليه الذهبيه للرواد الاوائل بالسينما المصريه وحصل على وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر والميداليه الفضيه بالعيد الفضي للتلفزيون ووسام الاستقلال بالاضافه للميداليه الذهبيه بالعيد الذهبي للاذاعه تعاون عبد الوهاب مع المطرب عبد الحليم وهو منحه اسم حافظ بدل اسم شبانة ولحن له عدة أغاني كانت الأجمل بين أغاني عبد الحليم مثل أغنية فاتت جنبنا ونبتدي منين الحكاية ويخل ويخلي القلب وغيرها كتير من الأغاني الرائعة قام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بتوقيع عقد فيلم من إنتاج عبد الوهاب مقابل 500 جنيه مصري، وحقق العندليب شهرة واسعة بسبب هالفيلم. حصل أول لقاء بين عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم لما انعرض عليها أغنية غيران من اللي هواكي قبلي، ولكن رفضت أم كلثوم تغنيها فغناها عبد الوهاب. هذا أدى لقطيعة وخلاف بينهم دام فترة طويلة وظلت الصحف تطلق عليهم العدوين حتى نهاية الأربعينات وكان هنيك الكثير من محاولات الصلح بينهم بس دون جدوى حتى تم الصلح بأغنية أنت عمري اللي لحنها عبد الوهاب لأم كلثوم من هداك الوقت صاروا أصدقاء ولحن له بعد أغنية أمل حياتي وهذه ليلتي ودارة الأيام وغيرها وأطلق على هالتعاون بينهم اسم لقاء السحاب تزوج عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى من سيدي بتكبره بربع قرن وتم الطلاق بعد عشر سنوات بعام 1944 تزوج امرأة اسمها إقبال وأنجب منها خمس أبناء واستمر زواجهم 17 سنة وتم الطلاق عام 1957 وعاد عبد الوهاب تزوج للمره الثالثه من السيده نهله القدسي توفى عبد الوهاب ب 4 ايار 1991 اثر اصابته بجلطه دماغيه عن عمر ناهز ل 93 عام وتم تشييع جنازته باليوم التالي بوداع عسكري لانه يحمل رتبة لواء فخري لقب عبد الوهاب بموسيقار الأجيال لقدرته على الاحتفاظ برونقه الفني طوال سنين حياته مع مختلف أجيال الموسيقى العربية وقام بإدخال اللحن الغربي مع الشرقي وصنع بنات حالي من التناسق تتناسب مع الأذن الشرقية تمكن عبد الوهاب يكون مطرب الشباب الأول بيجيله حتى أنه قصة شعره كانت تصير موضة بين الشباب لا زالت أغاني وألحان عبد الوهاب ذات تأثير بالشارع العربي ولا المنحنين بيقيسوا عليها ورح تضل عايشة بين عامة الناس فترة طويلة